طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني لمادة اللغة العربية للصف الأول. سنبدأ في هذا الأسبوع بعرض مهارات اللغة العربية من الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة. سنقوم بهذا الأسبوع يا أحبائي بإعطاء ورقة للتهجئة والقراءة، قراءة جمل تحتوي على حروف عديدة ضمن المعطى خلال الحصص الصفية سابقا، وتهجئتها وقراءة المقاطع وقراءة الكلمات ومن ثم قراءة الجملة. أيضا سنقوم في هذا الأسبوع يا أحبائي بالتدرب على الإملاء ليوم الخميس القادم من بعد قراءتها وتحليلها إلى مقاطع وحروف وتحليل المتحرك والساكن، ومن ثم قراءة الكلمة، ومن ثم كتابة الجملة كاملة. أيضا سنقوم في هذا الأسبوع بالتعرف على أحرف جديدة من خلال تجريدها وربطها بالمدود الطويلة والمدود القصيرة وتحليلها إلى مقاطع ساكنة ومقاطع متحركة ومد الطويل. أيضا يا أحبائي سنقوم بهذا الأسبوع بزيارة المكتبة واستعارة قصة وقراءتها، ومن ثم عمل تقرير حول هذه القصة أو ملخص صغير بعد التركيز على عناصر القصة التي يتم إعطاؤها قبل البدء بالاستعارة. أيضا سنقوم بهذا الأسبوع يا أحبائي بتقييم نصوص القراءة وتقييم الإملاء بعد التدرب عليها كل حصة في نهاية العشر دقائق من كل حصة، وعرض البطاقات وقراءتها عدة مرات وكتابتها مع التركيز على طريقة النسخ الصحيح للحرف والكلمة من ثم الجملة. أيضا سنقوم بهذا الأسبوع بالتدرب على القراءة والكتابة الإميائية، وسيتم تحديد موعد للقراءة وتقييمها وموعد للكتابة الإملائية. أيضا سنقوم بالقراءة السهلة من خلال عرض نصوص خارجية تتحدث عن محور البحث والذي يتحدث عن البيوت من خلال درس في الحقل ودرس بيت. سيتم تحديد يوم لتقييم القراءة من خلال البطاقات والجمل المرسلة مع الطالب في ورقة التدرب على القراءة. طلابي أحبائي، سيكون يوم الخميس هناك إملاء، أيضا سيكون لدينا يوم الأربعاء تقييم للقراءة. طلابي أحبائي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الشرح، شاكرة لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.